ازيكم يا جماعة؟ معاكم خالد محي الدين من 5 Minute Practice. دلوقتي احنا هنتكلم عن Algorithm Extreme Segments من كورس Computational Geometry. طيب الهدف من اللي احنا بنعمله ايه؟ ان احنا عايزين نجيب Convex Hull لشوية نقط عندي. طيب ازاي نجيبها بقى؟ احنا كنا قبل كده اخدنا Algorithm ان انا بجيب Extreme Points، اقعد ادور على كل Point كده ال Extreme ومطلعهم ووصلهم ببعض، كده انا جبت الايه؟ ال Convex Hull. طيب الفكرة التانية هي الاكستريم سيجمنتس، ودي احسن شوية والكومبلكسيتي بتاعتها اقل شوية، ودي بتكون عن طريق يعني ايه اكستريم. خلاص احنا عرفنا بقى كلمة اكستريم لما تشوفها يعني حاجة في الحرف خالص في الطرف، مفيش اي نقط بعدها. طيب يعني مثلا لو انا عندي سيجمنت زي ده، السيجمنت ده مجرد 2 بوينتس وصلتهم ببعض عملوا لي سيجمنت، عايز اعرف ده اكستريم سيجمنت ولا لا. في الحقيقة لو انا جيت مديت الخط ده كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، المفروض ان انا الاقي كل البوينتس على اتجاه واحد منه، يعني هنا في شويه على اليمين وفي شويه على الشمال، فما اقدرش اقول ان دوت اكستريم سيجمنت، ما ينفعش. لازم علشان اقول عليه ان هو اكستريم سيجمنت يبقى مثلا زي اللاين ده، لو جيت شديته كده هلاقي ان كل البوينتس على اتجاه واحد منه، فبالتالي ده اقول عليه اكستريم سيجمنت، مفيش اي مشاكل هنا، تمام. طب لو انا مثلا مسكت السيجمنت ده ورحت مطوله كده بالمنظر ده، هلاقي ان كل البوينتس على اتجاه واحد منه. بلاش كده، همسك السيجمنت ده واشده كده، هلاقي ان كل البوينتس على اتجاه واحد منه. اذا ده ممكن يبقى اكستريم سيجمنت، ممكن يبقى ده اكستريم سيجمنت، ده اكستريم سيجمنت، ده اكستريم سيجمنت، ده اكستريم سيجمنت. ماشي، ما تقوليش بقى ده، لان انت لو جيت تمده هتلاقي ان في شويه على اليمين وفي شويه على الشمال. ايه الشخبطه دي؟ المهم بقى انا كده عرفت انا عايز اعمل ايه في الالجوريزم ده. السؤال اللي انت هتيجي تساله لي، انا ايش عرفني ان ده لما اجي اعمله بالمنظر ده يبقى ده كده يعني اكستريم سيجمنت؟ ايش عرفني؟ خلينا نرجع كده خطوتين ونبص على السيجمنت ده. دلوقتي السيجمنت ده انت عايز تعرف هو على البوينتس كلها على اتجاه واحد منه ولا على اتجاهين، على تو سايدز. في الحقيقه احنا بنستخدم الاورينتيشن تيست اللي هو التيرن ليفت والتيرن رايت، لو يعني شوفها من الاي لفوق او ارجع للفيديو في اول البلاي ليست يعني عشان تفهم الحته دي. الاورينتيشن تيست بيقول لي ايه؟ كل البوينتس علشان يبقى ده اكستريم سيجمنت لازم كل البوينتس تبقى عامله نفس الاتجاه مع السيجمنت بتاعنا. يعني انا لما اجي مثلا امسك اعمل كده واوصل دي، ادي كده ماشي بالسيجمنت اهو، واخش يمين كده عمل تيرن رايت، طب اما امسك كده واوصل بدي عمل تيرن رايت، طب اما امسك كده واوصل بدي الله تيرن رايت برضو، طب كده ونزلت تيرن رايت، طب كده يمين برضو رايت، طب دي ليفت. بص بقى، طالما مش كل النقط في نفس الرايت، يعني يا اما كلهم رايت يا اما كلهم تيرن ليفت، في الحاله دي تقدر تقول له اكستريم، انما لقيت شويه رايت وشويه ليفت في الحاله دي ما ينفعش. طب اديني مثال مختلف اهو، بص كده نيجي عند السيجمنت ده اللي هو بنفسه عامله لي، لو جيت تيست كده، طبعا انت ممكن تمشي في الاتجاه ده او في الاتجاه ده بناء على انت مقرر هتمشي كاونتر كلوك وايز ولا كلوك وايز، اوكي؟ فنفترض ان انا ماشي مثلا المره دي همشي كلوك وايز، فبالتالي همشي كده كده عمل تيرن رايت، طب كده تيرن رايت، طب كده تيرن رايت تيرن رايت. لما تيجي توصل بيهم كلهم هتلاقي ان كل النقط دي عملوا لك تيرن رايت مع السيجمنت ده، اذا ده اكستريم سيجمنت. طبعا ممكن نعكس، يعني ممكن نمشي كده كده عمل تيرن ليفت 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 ليفت، طبعا لو انا افترضت ان انا ماشي بقى كاونتر كلوك وايز، فعلى حسب الاتجاه اللي انت ماشي عنده وهتشوف مع كل البوينتس الاتجاه بتاعها واحد ولا لا. اذا كل الاتجاهات واحده كلهم تيرن رايت او كلهم تيرن ليفت مع السيجمنت بتاعك، يبقى في الحاله دي انت كده في التمام، والبوينتس بتاعتك والسيجمنت بتاعك سوري ده عباره عن اكستريم سيجمنت. طيب تعال نشوف بقى الالجوريزم بقى بيعمل ايه علشان يقدر يطلع لي كونفكس هال. انا استفاد بقى ايه من الكلام دوت؟ بص يا سيدي، الالجوريزم بيقول لك انت يا سيدي معاك شويه بوينتس، سيت اوف بوينتس، حلو كده. هدفك ايه؟ تطلع الاوتبوت بتاعك عباره عن اكستريم سيجمنتس، يعني شويه سيجمنتس زي ده مثلا، زي ده، زي ده كده، عايز تطلع سيجمنتس. هتعمل لوب، تمام؟ اللوب دي هتمسك بوينت زي الاي، اي بوينت عادي، وبعد كده هتلوب برضو على بوينت تانية او على كل البوينتس التانيين. يعني مثلا هفترض ان انا همسك البوينت دي، تمام، انا ماسكها هعمل سيجمنت مع ده وسيجمنت مع ده وسيجمنت مع ده، او هتست، يعني انا عايز اتست، انا عايز اعرف في سيجمنت موجود ولا لا. ف
فهوصل سيجمنتس كده بالمنظر ده، بالمنظر البشع اللي انتوا شايفينه ده، اللي هو طبعا لا يبدو منطقي خالص بالنسبة للتايم وكده، بس هو ده اللي عندنا دلوقتي. فلما اجي اوصل بالمنظر ده، تبدأ بقى تتست كل واحد فيهم، مين فيهم ينفع يبقى اكستريم بوينت. فمثلا هتمسك ده، فتفترض ان هو ده الاكستريم بوينت، وهتشوف هل كل النقط على اتجاه واحد منه، تلاقي اه والله ده كلهم في نفس الاتجاه، كلهم بيعملوا معاه مثلا تيرن ليفت، ففي الحالة دي اه تمام ده اكستريم بوينت. تيجي عند ده هتشوف، هتلاقي ان كل النقط دي تيرن ليفت ما عدا النقطة دي تيرن رايت، يبقى الكلام ده ما ينفعش. فانت هتاخد بس اللي يطلع معاك اكستريم بوينت، سوري اكستريم سيجمنت، وتشيل اللي هيطلع معاك مش اكستريم سيجمنت. طيب تعال نشوف كده هو عمل ايه هنا. دلوقتي هو مسك النقطة اللي تحت دي، اعتبر ان دي الاي، تمام، عمل لوب اهو، اعتبر ان دي الايه الاي، الجي بتاعتك هي دي اللي عمالة بقى تتغير، اللي هي النقط دولت كل شوية يغير. فهو وصل سيجمنتس مع كل النقط، وعايز يتست بقى يا باشا فين بقى السيجمنت الاكستريم سيجمنت بتوعي. فبص كده لقى ان دي كلهم لو جيت تمدها كده، لان كلهم على نفس الاتجاه. عرفنا ازاي بتجيبها بقى؟ طبعا بالتيرن ليفت او تيرن رايت بالاورينتيشن تيست. طيب يبقى ده كده اكستريم سيجمنت، احفظه معايا خليهولي. هتيجي تشوف ده، هيلاقي ان كلهم على يمينه، فبالتالي يبقى ده في اتجاه واحد، يبقى ده اكستريم سيجمنت. هيجي يشوف ده، هيلاقي لا ان كلهم على اليمين ما عدا في واحده على الشمال، يبقى ده مش اكستريم. يجي يشوف ده مثلا، هيلاقي في شويه على اليمين وفي شويه على الشمال، يبقى ده مش اكستريم. هو ده بقى اللي بيمشي بيه. فهو خلاص كده بص على دولت، طلع الاثنين دولت، وهيمسح الباقيين، يخش على الايه، على النقطه اللي بعدها. مسك النقطه دي يا باشا، فقال لك النقطه دي اه بص، جه يعمل مع دي، لا ما طلعتش اكستريم سيجمنت. طب مع دي برضو مش اكستريم، طب مع دي برضو مش اكستريم، دي ما طلعتليش اي اكستريم سيجمنت. خلاص هتكمل، هتمسك نقطه تانية وتكمل، واي اكستريم سيجمنت تحفظه. فاحنا هنعمل ايه؟ هنمسك مثلا النقطه دي، والنقطه دي توصلها وليكن بهنا وبكل النقط، فتكتشف ان انت لما توصلها بهنا ده هيطلع لك اكستريم سيجمنت، ده مش هينفع، مش هنستخدمه خلاص، مش اكستريم سيجمنت. تيجي توصل بده، تلاقي ان ده اكستريم سيجمنت، اه تمام. فانت كده طلعت تو اكستريم سيجمنتس من النقطه دي بس. تمسك مثلا النقطه دي، هتيجي توصل، هتلاقي انك عندك واحد اهو اللي انت لسه مطلعه، والتاني اهو، والباقيين مش اكستريم سيجمنتس. نفس الكلام، تمسك النقطه دي وتوصل بكله، هيطلع لك ده اللي احنا لسه مطلعينه، وهيطلع لك الجديد. امسك مثلا ده طلعناه في الاول، هيطلع لك ده، وهيطلع لك ده. تمسك ده، يطلع لك ده واللي على الشمال. فتكتشف ان انت في الاخر الاكستريم سيجمنتس مع بعضهم راحوا مطلعين لك الكونفكس هال بتاعك. هو دي فكره الالجوريثم بكل بساطه، هيفضل ماشي كده لحد ما يقوم مكمل لي في الاخر الكونفكس هال. وده طبعا احسن من التاني من حيث الوقت يعني من حيث الكومبلكستي، لان التاني انت كنت بتقعد تشوف كل نقطه بتعمل، انت عامل كذا لوب في التاني، انت كنت التاني عامل فيه في الاكستريم بوينتس، كنت عامل فيه لوب علشان تختار البوينتس، ولوب تعدي على كل 3 بوينتس راندوملي، فكان الموضوع كبير. انما هنا مختلف شويه. فدي كانت فكره الالجوريثم ازاي بيشتغل. يبقى هقولها تاني سريعا، بيبقى عندك سيت اوف بوينتس، شويه بوينتس موجوده عندك، هدفك انك تطلع الاكستريم سيجمنتس، بتعمل فور لوب تعدي على كل بوينت، وكل بوينت تعملها تشوف بقى البوينتس التانية معاها مطلعين لك سيجمنت عامل ازاي، هل هو اكستريم ولا مش اكستريم. والله لو البوينتس التانية دي كلها يعني لو كل البوينتس في نفس الاتجاه من السيجمنت بتاعك، يبقى في الحالة دي رجع لي السيجمنت ده لانه هيعتبر اكستريم سيجمنت. لو مش في نفس الاتجاه خلاص اسكيب واعمل غيره لحد ما تطلع لي كل الاكستريم سيجمنتس. اتمنى تكونوا فهمتوا. وده النهارده الـ Extreme Segments Algorithm. لو في أي أسئلة قولوا لي عليها وبس كده.